طيب دكتور احمد كريمه، انا بقول له على الهوا وفي حضورك قدام كل المشاهدين، لانه قال على صفحته انا ما حدش قال لي تعالى اتكلم معاك. احنا بندعي، انا ممكن، انا بدعيه وحضرتك تدعيه. انا مستعد في اي مجال في العلوم الاسلاميه الاصيله، سواء كان في علوم اصول الدين التفسير والحديث، سواء في الفقه الاسلامي او الشريعه الاسلاميه، سواء في ثوابت التاريخ الاسلامي، انا مستعد حضرتك علنا ومجاهره وبدون تجريح، بس يلتزم باخلاقيات البحث العلمي. وعندي ايضا من الدكتور بعيد هالمره الثانيه، الدكتور جمال شقره قال لي ان هو جاهز لمناظرته، مناظره علميه في التاريخ، واعتقد انه مفتوح هذا المكان، وهنا في هذه المحطه اهلا باي راي، لكن اراء بتهدم المجتمع احنا بنحاربها وبشكل واضح ودون هوادة. شكرا دكتور أحمد كريمة المفكر الإسلامي. وتاني بقول ليوسف زيدان، رسالتك وصلت لإسرائيل زي ما انت قلت، وأعتقد التأشيرة جاهزة، وأعتقد أيضا قريب حبايبك هيبركولك على جائزة نوبل.